بنيرة من ثلاثة الكوربس، الكوربس كان لونه لانه بيربط التو سيريبرال هيمسفيرز. لما نفتح التو سيريبرال هيمسفيرز ده على فكرة ده اسمه الفيوتشر، بين التو سيريبرال هيمسفيرز واللي جواه موجود الكوربس كالوزم، فطبعا ده الكوربس كالوزم. هنا البولز، البولز انا قلتها في المحاضرة مكانها، حد يقول لنا اسمها؟ رقم واحد اللي هو ايه؟ فرونتال ثلاثة. هنا برضو نفس البولز بس من الميديا سايد، لأن هي البولز هي نفسها من الميديا طلع. ده البوردر زي ما قلت برضو المرة الماضية، وكل السيرفيسز في ثلاثة سيرفيسز ثلاثة بوردرز، ده السفير والميديا بوردر. Inferior median. ده الانفو ميديان، وبعدين في انفو ليفل، دول الثلاثة بولز. ده الانفو ليفل بولز، دول الخمسة. فدي البولز. طبعا دي الأسئلة اللي أنتوا بتجاوبوها. مش كده، ده السيرفيسز على فكرة طبعا هنا ثلاثة سيرفيسز موجودين، سوبر ليفل سيرفيس، ميديان سيرفيس، تنتوريال سيرفيس. وبعدين في طبعا الانفيرو سيرفيس، في تنتوريال وفي اوربيتال. اوربيتال ده اوربيتال، الاثنين مع بعض يبقى انفيرو سيرفيس. هنا اللوبس الاحمر ده ايه؟ فرونتال لوب. الازرق برايت، الاخضر اللي ورا اوكسيبيتال، والاصفر تيمبر. ده سنترال سيرفيس. دي الاشياء اللي هي بتقسم السوبر ولاترال سيرفس الاربع دول. ده سنترال سيرفس، ده حاجه طبعا سنترال، ده يعني اللي كان بيسالني على الاس ار تايب مهم والجلال مهم، ده طبعا ده اهم واحد سنترال سيرفس. ده بلا شك نعرفه ازاي، الاي سنترس مستمر كده وقدامك اي سنترال ووراه وسط سيرفس، يعني سنترس مهم جدا قدامه واحد ووراه واحد، وطبعا دي سنترال كلها بالهوريزونتال يعني بالعرض. ده اهم سلكس. وبعدين في اللاترال سلكس، اللاترال سلكس تلاحظوا هنا ده الستام اوف اللاترال سلكس، اللي هو بيفصل الاوربيتال سيرفيس عن التنتوريال سيرفيس، اسمه الستام اوف اللاترال سلكس. وبعدين طبعا الستام زي الشغل كده بتنقسم كلها فروع، فده لون بوستيرو ريمس كبير ده، وبعدين في انتيرو هوريزونتال ريمس وانتيرو اسيندنج ريمس. ده الاسيندنج ريمس وانتيرو اسيندنج ريمس. طبعا بصيروا ريمس هو اطول واحد واهم واحد، لانه بيشترك تقسيم السوبر ولاترال سيرفيس الى ثلاث الى اربع لوبس. هنا طبعا شايفين النوتش الصغير ده، ده نهايه ايه؟ طيب نرجع تاني. ده طبعا نهاية البرايت اوكسيبيتال سلكس اللي موجود على الميديا سيرفس. وبعدين هنا في اوكسيبيتال نوتش، بري اوكسيبيتال لانه ده الاوكسيبيتال بول، هو بري اوكسيبيتال بنوصل خط بينهم، فيبقى كده الثلاث حاجات اللي بيقسموا السيرفس ده الى اربع لوبس. ده الكاركراين سالكس اهو في الميديان سيرفس، الكاركراين سالكس، وده البرايتو اوكسيبيتال، عاملين حرف واي مع بعض، عاملين حرف واي. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم ان حرف الواي ده المنطقه دي اللي هرميت الشكل دي اسمها كيونياس، ودي بري كيونياس، وهنا لينجولا. فخلاص كده اتقسم السوبر ولاترال سيرفس الى اربع لوبس. طبعا انتوا هتجاوبوا على الاسئله دي. سالكايو جيرارد سنتر اهم واحد، ولاحظوا قدامه بنعرفه ازاي؟ بنعرفه ان قدامه في سنتر اهو ووراه بوست سنتر. وزي ما قلت لكم ممكن السالكس الواحد ما يبقاش مستمر، ما يبقاش كونتينوس، يبقى حته وبعدين حته يعني حتتين لوحدهم، ممكن يبقى
اكتر من حتتين ثلاثه اربع حتت. اوكي فده كله عايز شويه خيال شويه تخيل. فده السنترال سيركس قدامه في سنترال بوست سنترال. طبعا واضح ان في تو جيران هنا بري سنترال وبوست سنترال. ده بوست سنترال اللي هو السنترال اريا اللي هي 4 والسنسور الاريا اللي هي اريا 3 1 3 1 2 فيسيولوجي الكلام ده فيسيولوجي. لكن احنا لازم نقوم بين الاناتومي والفيسيولوجي فالمشكله ان احنا نعرف الارقام. طيب في هنا ده السيرو ريمس او ده الستم بلاترال سيركس. ده الستم وبعدين بيمتد الى فيسيولوجي سيركس. نلاحظ ان السيرو ريمس بيمشي هوريزونتالي او الجيود اللي باكورد وبعدين بيمتد افقر. يعني في جايرس هنا حواليه سوبر مارجنال جايرس. ده الفيسيو ريمس وده الفيسيو هوريزونتال ريمس وده السني ريمس اوف لاترال سيركس. في سيركس بدا يبان فوق اهو ده ماشي انتو كتير سوبيريور فرونتال في سيركس زي وبرده ماشي الانفيرو هنا اهو. ده اسمه سوبيريو فرونتال سيركس وده انفيرو فرونتال سيركس. واحد يقول لي بقى امال ايه امال السركاي الثانيه دي ده مثلا وده بيطلع برانش من السيركس ده السيركس ده نقول الحاجات اللي فوق دي وده وده وهنا ما لناش اسماء واحنا حاطين اسامي ما لناش اسامي خلاص اي احمد ما حاولش تلاقي لها اسامي تمام. نروح بقى تحت هنا في التمبرال لوب سبيريور تمبرال انفيريور تمبرال. بالتالي في كام جايرس؟ ثلاثة بنت الموضوع يعني كده يبقى سهل شوية. في هنا انترابرايتال سالكس انترابرايتال سالكس بيقسم البرايتال لوب الى تو برايتال لوبيولز سوبيريور برايتال لوبيول وانفيرو برايتال لوبيول. انفيرو برايتال لوبيول في هنا واحد حوالين الان اوف سيرو ريماس اوف لاترال سيركس وواحد حوالين ده حوالين سوبيريور تمبرال سيركس. هنشوفهم مع الجاي ده البرايتال اوكسيبيتال ده يعني دي نهايته طبعا هو الميديا سيرفيس مبالغ فيه شويه ما يبقاش بالشكل ده يبقى يا دوب النهايه بس. هنا دي نهايه برضو الكالكراين سالكس. افتكركم الكالكراين سالكس ده حواليه الفيجوال اريا اريا 17. كالكراين سالكس خلاص سالكاي كده. طيب هنروح بعد كده جايراي. جايراي هيبقى تكرار من الكلام اللي احنا قلناه ده بري سنتر جايروس وده بوست سنتر. من هنا سوبيرو فرانتال وميدل فرانتال فيري فرانتال. طيب ده الاورتال سيرفيس ده هيجي وقته. دي تراينجولار هي دي شايفينها او تراينجولار سالكس هي ما بين الهوريزونتال ريمس والاسيندنج ريمس لاترال سالكس بينهم من حجم. ودي الاوبيركولم احنا عارفين الاوبيركولم دي اللي هي البطاقات بتاعت الايه بتاع الانسولين. اوكي فدي يعني كلها دي اوبيركولم مش يعني في الاوبيركولم بنقسمها الى اربع ايريز لكن هنشوف لها مكان تتقسم فيه احسن كده. ده سوبيرو تمبرال ده الميدل تمبرال ده الانفيرو تمبرال ده سوبيرو بارايتال ميديول وهنا ده الانفيرو بارايتال ميديول. وفي الاريا دي اسمها سوبرا مارجنال جايروس المنطقه دي الخضراء اسمها انجولار جايروس. شايفين السوبرا مارجنال والانجولار حوالين ايه؟ حوالين الاند بتاع سلكار. دي الاند اوف سيريوس لاترال سيركس دي الاند اوف سيريوس تمبرال سيركس. دي افتكر دي اسئله بقى فالاسئله دي تجاوبوها. الانسولا بنفتح الستام اوف لاترال سيركس هو هنا فتح اهو الستام اوف لاترال سيركس دخل جوه هنلاقي
سكاي وغيرال جوه اسمها انسولا شورت ولونج. شورت ولونج سكاي وغيرال اسمهم انسولا. هنا شاهدت الستيم فلاتر سالكس وبيصيروا ريموس كمان فاتحهم كده فبنلاقي انسولا جوه. بليز لو هتعملوا الموضوع ده على عينات بشويش عشان ما تقطعوش العينه. العينه دي المفروض انها لكم والاجيال اللي جايه بعدكم. ما تقطعوهاش. اللي انت بتشدها تفتحها دي هي دي الاوبيركولم. اوبيركولم. بعدين معاك. اوبيركولم يعني غطا قطاع. الاوبيركولم بيقسموها الى فرونتال وبرايتال وتمبورال واوربيتال. حسب الايه؟ اللوك والمناطق اللي حواليها. دي فرانتال اوبيركولم وبعدين دي بارايتال وهنا اوربيتال وهنا تمبورال. شفتوا الاوبيركولم؟ عرفتوا اسمائها؟ اسمائها مش غريبة هي اسماء المناطق. طيب ماشي على الانسولا الميدل انجين سيريبرال ارتري. عندنا كام سيريبرال ارتري؟ ثلاثة. ثلاثة. تعرف تقول لي اساميهم؟ تيريون وستيريون. كده اللي ماشي على الانسولا يعني ماشي جوه الستيم لاترال سالكس وبعدين بيمشي على الانسولا هو ده الميدل سيريبرال ارتري. ميدل سيريبرال ارتري ودي نقطه مهمه في الفهم بتاع البلاد سبلاي. عشان كده الميدل سيريبرال بيغذي معظم السوبيريور لاترال سيرفيس. معظم اللاترال سيرفيس سبلاي بالميدل سيريبرال. وده السوبرفيشال ميدل سيريبرال فين برضه ماشي معاك. الديب ميدل سيريبرال فين كل دول على الانسولا. هو ده طبعا يعني ده سيكشن. ده السيكشن ده انا قلت لكم لازم تحفظوه. هوريزونتال سيكشن ده لازم تحفظه لان في حاجات كتير بتبان فيه. بيبان فيه طبعا الانترنال كبسول. الانترنال كبسول دلوقتي على الحصه الجايه. كيلو لام جينوس كيلو لام ريترو لينتي فورم بارت والصب سبنتي فورم بيدامج المصاب. طب ايه حكايه اللينتي فورم ده؟ اللينتي فورم هي مفتاح الموضوع ده. دي اللينتي فورم كل دي ثلاث اجزاء اثنين جلوبس باليدس لانه لونهم خفيف شويه بيل شويه وده كلوستر. دي طبعا كمان برضو دي الهيد اوف كوديت نيورونز. الهيد اوف كوديت وغالبا دي ده البودي او الديل الكوديت نيورونز. ده الثمرس كل البودي ده البودي الكبير ده الثمرس. ثلمس تحته هيبو ثلمس وطبعا في تكمله بقى للميتا ثلمس والسب ثلمس والكلام ده. ده مش وقت دلوقتي. هو عايز يعني يوريك هنا طبعا ده السبلينيوم في كوركس كلوزم الاثنين عاملين مع بعض الكورسس نيجو. وهنا الجينو في كوركس كلوزم وعاملين كوركس ماينو. وكده دي كولوسترا وهنا دي اكسترنال كبسول اللي بين الميكي فود. دي هو السكشن ده عشان يورينا الانسولا بس انا رحت بعيد شويه. كل ده عشان يورينا الانسولا. دي الانسولا ودي الاوبيركولم. دي اوبيركولم ودي اوبيركولم المغطيه. يعني نركز على السكشن ده كل ده عشان نشوف دي ايه. بس انا استغليت الفرصه وشرحت الفيديو وهو شارح برضه حاجات من الفيديو. دي اسئله. ميديال سيرفيس. ادي الميديال سيرفيس. ده اول واحد اسمه كالوزر. ليه كالوزر؟ انه ماشي فوق الكورباس كالوزر. طبعا اول حاجه بتلفت نظرنا هنا الكورباس كالوزر. لينيا بودي منو روسترام الكورباس كالوزر. روسترام بيوصل لغايه الانتيريور كورنيشن. دي الانتيريور كورنيشن. الكلام ده يعني بتاع القصه الجايه ان شاء الله. لكن كالوزر سيرفيس ده اللي احنا قاعدين نعرفه ده سنجوليت سيرفيس. سنجوليت سيرفيس. وطبعا احنا قلنا حاجات من الحاجات بتاع القصه الجايه هتساعدنا لان القصه الجايه طلبكم ان انتم القصه الجايه تاخدوها حصتين. الجايه واللي بعدها بتاع يوم الخميس. ايه. ففي حاجات بنقولها انا كنت عامل دماغي بقولها النهارده عشان تيجي تخفف على الحصه الجايه شويه. تعرف سلامات على الوجوه لما تلاقيهم. اه طبعا كلهم مبسوطين. ما ده طلبهم اساسا. في حد بيعترض على الطلب ده؟ لان لو في حد
لو واحد بس بيعترض هنلغي الموضوع. والله احنا في عندنا جدول ينضرب يعني شمال. لو واحد اعترض كنسل الموضوع على طول. صح فين اوكي. لو واحد محرج ان هو يعترض قدام زمايله يجيني يقول لي يعني بيني وبينه انا هلغي الموضوع. اوكي ده سيميوليت سيرفيس. سيميوليت سيرفيس شكله شيء يلقى الموضوع يقول في واحد ومشرح لي البوليت ساركس حتلاحظه بيدي تو برانش كده ويروح ورا ويسميه مارجنال. لكن الكتب بتسميه كله زي ما قالها الا انه كله ورا بعض للتسهيل يعني احنا عايزين نسهل الامور. ف يعني مارجنال دي ده اسم يعني مش كومن او ده دي نهايه السنترال ساركس. دي نقطه مهمه يعني السنترال ساركس بيمشي وبعدين نهايته فين؟ الميديال ساركس. ليه؟ لان حوالين نهايته في بارا سنترال اللوب ده او اللوبيول بارا سنترال لوبيول او بارا سنترال دايركس. ده في الموتور اريا قدام والسنسور اريا ورا بايه؟ اللور ليم الليجز ولا والبلاس ابلاي بتاعها مختلف. سيبيريا الانتيريو صح. لان الانتيريو سيريبرال بيلف حوالين الكوربس كالوزوم. نعم. فبيسبلاي كل معظم الميديال سيرفيس اللي فيه اللور ليم. فالحاجات دي بتخلينا نربط الاشياء ببعضها. برضه السابا رايتال هنا يعني مش كومن قوي يعني. لكن ده يتعرف بقى الكالكراين سانكس واللي بيقسمه الحتتين بالرايتو اوكسيبيتال. ايه؟ البرايتو اوكسيبيتال. وعاملين مع بعض حرف وورد. فرايتو اوكسيبيتال باسم الكالكراين. لا بوست كالكراين اللي هو الجزء اللي ورا ده وبري كالكراين. والفيجوال اريا حوالين البوست كالكراين وبيلو البري كالكراين. يعني الفيجوال اريا حوالين البوست كالكراين هنا وهنا وبيلو البوست كالكراين تحت بس. يعني موجوده ايه؟ موجوده في الكيونياس موجودة في اللينجولا مش موجودة في البري كيونياس. فيجوال اريا موجودة في الكيونياس وايه؟ فيجوال اريا اللي هي اريا 17. دي حاجات بقى تحت كولاترال ساركس وسينجوليت فيروس وازمس حتى دي اسمها ازمس ماشي. وهنا بره هيبوكامبال فيروس. كان زميلكم واحد زميلكم كان بيسالني على الهيبوكامبس. الهيبوكامبس نفسه ده انا سالته يعني هو جنب ده التيب جايرس. ده التيب جايرس اللي بيقف جنبه بس سالته عن الهيبوكامبس في اللاترال فينتس. يبان جوه في اللاترال في الانفيرور ريماس في اللاترال فينتس. والهيبوكامبس هو اللي بيطلع منه الفيمبريا اللي بتعمل السنجولا. ده الفورنس بيعمل الفورنس. الكورنكس ده طالع من الهيبوكامبس. لكن ده بارا هيبوكامبس يعني جنب الهيبوكامبس. لينجوال جايروس كيونياس بري كيونياس كل الحاجات دي عارفينها. بارا سنترال لوبيول الحاجات دي كلها لازم نعرفها كويس. ميديال سيرفس ده بنسميه ميديال فرانتال جايروس. ده الميديال مش ميدل على طول. يعني الميدل فرانتال احنا شفناها في السبيرو لاتيرال سيرفس. ده ميديا فرانك. ودي الاسئله هنا حد يكمل. طبعا في اوربيتال كل ده اوربيتال وكل ده تنتوريوس. اوربيتال في حرف الاتش ده جميع اوربيتال جايرات اوربيتال صلب الصلب طبعا حرف الاتش. وفي اوربيتال جايرات ده ميديال ده لاترال وده زينا سيركس ده كلاترال سانكس ده سيبتو تيمبرال سانكس ده نهاية الكالكراين الحتة منه ده نهيبو كامبري بوردر كامبري بوردر. ده البارا هيبوكامبال جايرس. دي الانكس ده السيرو تيمبرال جايرس. وعلى فكره بنسميه
تلك الارياز يعني طبعا اريا فور دي هي الموتور اريا قدامها اريا 6 بري موتور قدامها اريا 8 دي البري فرونتال كورتكس كلهم اسوشيشن اريا اريا 4 بس اللي هي الموتور اريا وبعدين وراها سنسوري اريا 3 1 2 هي الجنرال سنسوري اريا او سوماتيك سنسوري اريا وبعدين وراها اريا 5 واريا 7 اللي هي اريا هنا اللي يهمنا هنا اريا 45 44 45 اللي هي اللي هم بروكر سبيتش اريا اللي هم موتور سبيتش اريا لها ثلاث اسماء بروكر سبيتش اريا موتور سبيتش اريا اريا 45 او 44 45 44 مش هنا سهلة في طيب نروح بعد كده الاريا الاريا دي اريا 41 42 41 اللي هي الليتوري اريا طبعا حواليها 42 دي 43 كمان اللي هي اسوشيشن اريز الليتوري اسوشيشن الاريا 41 دي الايه الليتوري اريا نروح للاريا 22 Burnett area, اللي هي sensory speech area. Sensory speech area, Burnett area, مش Broca's, Broca's اللي هي الموتور. هذه حاجة sensory speech area. Area 17 اللي هي visual. جنبها هي 18 و 19 دي دي حاجات نعرفها طبعا احنا بنستعرض بقى اللي هي 4 و 6 دي اسمها فرونتال اي دي اللي هي 8 فرونتال اي دي اللي بتحرك هي 44 45 19 11 12 3 1 2 هي 41 42 هي 17 هي طبعا حسيتوا بالكلام ايه اللي مهم ايه اللي مهم اوكي نعرف ايه نعرف كل حاجه المفروض ده عشان يبين الفيجواليريا هي 17 وهنا الموتور اريا والسنسور اريا اللور نيم الفور دول دول اللور نيم وهنا طبعا الفري فرونت جروب دي عشان البيرسوناليتي والكونفيشن اريا والكلام ده كله دي الاولفاكتوري اريا في الانكس في الانكس الانكس هي فيها الاولفاكتوري اريا برايمري اولفاكتوري اريا اوكي الانكس اللي هي 28 طبعا البودي ريبريزنت ابسايد داون احنا عارفين الكلام ده وكتبناه في الموديل في السنتر اريا دي اسئله هنجاوبوا ده اسئله ده ميوزيوم وبعدين اسئله هنا دي اسئله الاسئله دي اللي جاوبوها ولا فيدباك. 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 فيدباك.
برضو فكره عن ¿Qué? 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 ¿Qué?